السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شفنا في بداية الفيديو، أتوقع هذه المشكلة قاعدة تصير مع كثير من المتابعين وتحصل معي أنا أيضا، ولكن مهم أن احنا نفهمها هذه المشكلة اللي هي مثل ما بينت لكم، أن أنا لما أروي النبتة أرويها كمية كبيرة من الماء، ولكن مجرد أن أنا أزيل الطبقة الفوقية أو الطبقة العليا من التربة أشوف التربة للحين ناشفة، معناته أن النبتة ما تشربت جذورها الماء بشكل عميق جدا. واحنا دائما نتكلم عن الري بشكل عميق. ايضا من 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 الاشياء اللي ممكن تسبب لنا بعض الشكوك او بعض سوء الفهم، احنا دائما نقول لما نروي بعمق ان الماء يطلع من اسفل الاصيص. مع هذه المشكله راح يصير، راح بسرعه يصير انه راح اروي وبسرعه الماء راح يطلع من 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 فتحات الاصيص. فانا اذا راح اتبع هذه النظريه او هذه القاعده راح اظن ان النبتة ارتوت بشكل كامل، ولكن مجرد ان انا اتفقد السطح السطح التربة راح اشوف ان هي ما زالت جافة ووسط كتلة الجذور جافة في النبتة. فهني راح نتكلم عن شيء مهم اللي هو الري، ولكن الري الصحيح، طريقة الري الصحيحة بالذات الحين في موسم الصيف وفي الحر. راح نتكلم عن طريقة الري الصحيح بغض النظر كانت نباتات في الأصايص او في التربة عندي في الأرض. الفكرة نفسها، ولكن لازم أوضحها على أساس أن نفهمها ونحافظ على نباتاتنا في الصيف، وراح أبينها لكم عن قرب إن شاء الله. عندي هذه الليمونة شلتها من شجرة ليمون عندي في البيت عن طريق الترقيد الهوائي، وما شاء الله يعني انجحت وبالعكس كبرت شيء كثير، ولكن قاعد ألاحظها تتعب بسبب الري والرطوبة في الأصيص. إحنا نعرف أن جذورها النبتة واصلة إلى عمق الأصيص، يعني محتاجة أصيص أكبر مع الوقت، ولكن يعني ممكن أن أنا أنقلها الحين أو أنتظر لما شوي يخف حر الصيف وأنقلها. كلا الفكرتين في لهم إيجابيات وسلبيات. فإحنا الحين خلنا نفترض أن أنا راح أخليها في هذه الأصيص، وراح أبين لكم طريقة الري اللي أنا أتبعها على أساس أتأكد أن النباتات عندي بغض النظر في الأرض أو في الأصيص تكون مروية بشكل صحيح. بغض النظر إذا أنا استخدم الخرطوم مباشرة أو عندي نوع العبوة أروي منها، الفكرة نفسها. الفكرة أن أنا لما أروي أعد إلى 10 أو 10 ثواني، أوقف أنتظر 10 أو 20 ثانية إلى أن الماء يتشرب وأعيد مرة ثانية. راح أبين لكم. وخلي الماء ينزل وانتظر، ما ارد على طول اروي لان مجرد راح ينزل لي الماء. انا ابغي الماء ينزل ويبتدي شوي يتشرب لان التربة جافة، وحتى لو انا تربتي زينة وتحتفظ بالمياه لان فيها بيت موس، البيت موس لما يجف هو اللي يصير المشكلة، لان البيت موس لما يجف يصير عنيد وما يستوعب الماء بشكل سريع، يحتاج وقت الى ان يتشرب الماء. على أن هذه التربة مثل ما دائما أبين لكم هي خليط بين تربة الأصايص فيها بيت موس، وأيضا أضيف لها البيرلايت، ولكن وجود البيت موس لما يجف البيت موس في التربة يصير عنيد. فأنتظر فترة وأرد أعطيها بعد 10 ثواني وخليه يتشرب مرة ثانية، وراح أكرر هذه العملية 3 إلى 4 مرات إلا بالكثير 5 مرات إلى أن أتأكد أن الأصيص تشرب الماء. نقطة مهمة أو شيء لازم كلنا نتعلمه، اللي هو أن احنا نشيل الأصيص ونتحسس وزن الأصيص. الحين وزن الأصيص صار شوي أثقل، معناته التربة بدأت تتشرب الماء أكثر، ولكن راح أعطيها بعد 10 ثواني من الماء مرة ثانية أو مرة ثالثة على أساس أتأكد أن التربة كلها تشربت الماء قبل لا أوقف الري. والحين بهذا الشكل أنا أتأكد أنه فعلاً الأصيص متشرب ماء وراح أخليها. فنتبع نفس الطريقة مع نباتاتنا في الأرض إذا ما عليها تنقيط أو إن حابين نعزز لها الري بالخرطوم أو باللي، نفس الطريقة 10 ثواني أوقف، 10-20 ثانية أوقف أخلي الماء ينزل ويتشرب، وأرد أعطي 10 ثواني وأرد أوقف. لو أنا أخذت كمية من الماء ونزلتها على طول دفعة واحدة، اللي راح يصير إن هي راح تنزل على طول وما راح تتشرب في التربة، نفس ما فعلنا في معالجة موضوع الأملاح في الأصايص، ولكن
في ذيك التجربة احنا تأكدنا ان التربة اول شيء تكون رطبة، لان لو فعلنا نفس الطريقة مجرد الماي راح ينزل وما راح يغسل لي اي شيء، لان البيت موس راح يعاند الماي وما راح يتشربه. فهذه شيء لازم احنا نعرفه على اساس نروي نباتاتنا ونحافظ عليها في حر الصيف. فمثل ما احنا شايفين الموضوع بسيط ولكن اساسي، ولان اساسي لازم نفهمه بشكل صحيح، على اساس انه بالذات مثل ما ذكرت في موسم الصيف احنا نروي نباتاتنا بشكل صحيح، ونتاكد ان كتله الجذور تحصل على المياه الكافيه بالشكل الصحيح وترتوي وما تجف علي النباتات بشكل سريع. لان اللي عنده هذه المشكله انه يروي بشكل خفيف راح على طول يلاحظ ان النبته دائما تعبانه، دائما عليها ممكن يصير فيها صفرار في الاوراق، دائما الاوراق ذبلانه على ان انا ارويها كل يوم، ولكن ما قاعد اروي بعمق، ما قاعد اروي بشكل صحيح، ان اروي واخليه يتشرب وبعدين اروي زياده وارد اخف وارد اروي على اساس انه الاصيص كله يتشرب الماء، لان نسبه الجفاف جدا سريعه، بالذات عندنا الحين في الخليج الحراره دشت في الاربعينات فوق ال 45، في دول قاعده توصل ال 50 حاليا. فعلى اساس نحافظ على نباتاتنا لازم نتأكد ان في كمية ماي جيدة، ولكن انا ما اقول ان احنا نروي كل يوم الري بهذه الطريقة. ممكن حتى انا اروي يوم وترك، لان الري يكون عميق، ما اروي بكميات قليلة مثل ما احنا دائما نقول كميات قليلة ويوميا، هذه ما يساعد النبتة، هذه مجرد يغذي النبات الجذور اللي على سطح التربة ولكن ما يغذي الجذور اللي في عمق الأصيص. فهذه من اساسيات فهم الري بشكل صحيح، كيف نروي النباتات في الأصايص في الأرض أيا كانت، هذه هي الطريقة اللي نروي فيها النباتات بشكل صحيح ونتأكد أن التربة تتشرب الماء. كمية الري أو تكرار الري كيف يكون، هذه يعتمد على عوامل كثيرة وأحصل عليها أسئلة كثيرة. نوع التربة أولا، إذا أنا أستخدم رمل ممكن أحتاج أروي كل يوم، لأن الرمل ما يحتفظ على الماء بشكل جيد ابدا. اذا انا استخدم تربه الاصايص هذه اللي بينتها لكم وراح يطلع عندكم الرابط فوق، هذه ممكن اروي كل يوم وترك، هذه في عز الصيف انا اتكلم كل يوم وترك ممكن اروي، ولكن ايضا هذه مو قاعده ثابته، يعتمد على حجم النبته بالنسبه حق حجم الاصيص، يعتمد على كميه الشمس اللي تضرب النبته وتضرب التربه ويصير عندي تبخر في الماء. ايضا نوع النبته يختلف عندي، لون الأصيص، مكان الأصيص، حرارة الجو، كلها عوامل. فأنا لازم مثل ما قلت أحسن طريقة بالنسبة لي إن أنا أتأكد من وزن الأصيص، خفيف لازم أروي بعمق، إذا في وزن أعرف إن في مياه. دائما أول شيء أسويه إني أتعرف على وزن هذه النبتة في هذه الأصيص لما تكون جافة، وبعدين أرد أتأكد لما تكون مروية بشكل كامل على أساس يدي تاخذ على هذا الوزن، إن أنا أعرف مجرد أن أرفع الأصيص شوي أعرف هل النبتة جافة أم مروية بشكل جيد. فهذه النقطة اللي حبيت أبينها لكم، هي من الأساسيات ولازم نفهمها. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو القصير والبسيط ولكن المهم جداً، وإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات تحت، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.